مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة من داخل معرض أهلا رمضان بعد افتتاحه اليوم من قبل اللواء هشام أمن محافظ البحيرة وفتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة. زي ما شايفين المعرض بيضم أقسام وشركات متعددة. المواد الغذائية المختلفة. وبحسب تصريحات الغرفة التجارية تصل نسبة الخصوم إلى من 15 إلى 25% أقل من سعر السوق. كلمنا كده عن المعرض ده وإيه اللي بتعرضوه الأسعار والإقبال من الناس. هو بيبقى فيه إقبال كل سنة جامد خالص هنا على معرض ده بسبب ترخيص الأسعار اللي عندنا. احنا بالنسبة لنا هنا عندنا مواد غذائية جافة بكل حاجة لاستهلاك رمضان، باستهلاك برضه كل حاجة. عندنا تشكيلة كاملة من الطون والجبن والفول والمربى والحلاوة والتمر والزيتون، وحاطين مدخلين كمان الحلويات معانا، ومعانا تنزيل فوق 30% في كل الأسعار. فرق بيننا هنا وبين المولات العالية بره وبين المحلات وبين كل الناس اللي شغالة بره بالتجار الجملة كمان. شغل خامة عالية خالص زيها زي المستورد، واللي بره ده كله خشب مصري. ربيع يا حاج ربيع. كله ده خشب مصري. ربيع يا ربيع. فلوس هنا بيغني وينور. ب 25 جنيه بس 30 سنتي. يعني الأسعار دي أقل من أسعار الخارج. حضرتك اسمع الأسعار وأنت حضرتك اللي تحكم، إحنا ما بنحكمش. نصل الآن إلى قسم اليميش. نتعرف بحضرتك. حسن الحلواني مؤسسة رحاب. كل المواد الغذائية مش رمضان، والمواد الغذائية كلها موجودة. السكر، الزيت، السمنة، الزيت، الرز، الفول المدمس اللي هو بيتم تدميسه بالفول البلدي. كل أنواع المواد الغذائية موجودة عندنا الحمد لله بأسعار أقل من الجملة وجودة عالية وبشهادة الجمهور نفسه اللي بتقدم للشراء يعني.